الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي سخرنا ورزقنا وأعطانا وجعلنا في خدمة عباده المستضعفين من المسحورين ومن الممسوسين ومن المتربصين من طرف الشياطين الملاعين وشياطين الإنس والجن. هذا التوكال الحصة الرابعة لصبي عمره 17 سنة وما زلنا لم نصل إلى قاع التوكال. فهذه الخيوط وهذا اللون الأخضر يدل على أن التوكال ما زال ولم نصل إلى النصف. ما زال هناك ثلاث حصص متفرقة حتى تستريح المعدة ثم نعيد الكرة مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله والحمد لله رب العالمين. إذا نظرتم إلى هذه الخيوط وجدتوها فاعلموا أن ما زال هناك توكالا صلب وإنه من النوع الثقيل في وجبة متكاملة والحمد لله رب العالمين.